الآن نشرع في مدرسة لاحقة وهي المدرسة النيوكلاسيكية، سوف لا ما نبقاوش يعني بتفاصيل كبيرة مثل ما شفناه بالنسبة للمدرسة الكلاسيكية. هي التسمية في حد ذاتها قد توحي أنه المدرسة النيوكلاسيكية ما هي إلا لأنه البريفيكس نيو يعني نقصد به جديد حديث، قد توحي إلى أنه المدرسة النيوكلاسيكية هي المدرسة الكلاسيكية في وجه جديد حديث، وهي لا، هي لا، إنها مدرسة مختلفة تماما، فمختلفة من جانبين. نسميها أيضا المدرسة الحدية، لماذا؟ لأنها رح تأتي ب بمنهجية تفكير مختلفة تماما، نقدر نقول عليها يعني ثورية ريفوليسيونير. رح نشرح وش هي الحدية هذه. ظهور المدرسة هذه رح تظهر في ظروف جد غريبة، وبالتالي أدى ذلك إلى أكثر مصداقية لها. نحن في نهاية القرن التاسع عشر، ورايحة تكون هذه المدرسة امتداد المدرسة الكلاسيكية من حيث مبدأ الليبرالية فقط. يعني التشابه اللي كاين بينها وبين المدرسة الكلاسيكية هي الاقتناع القوي لهذه المدرسة بالليبرالية، وحتى ليبرالية أكبر من اللازم، حتى نسميها ألترا ليبراليزم. يعني نشرح الآن الاختلاف راح يكون في زوج حوايج، راح يكون في الموضوع والمنهج. الموضوع يعني كي نقول الموضوع يعني أقصد به ماذا ندرس، يعني ماذا ندرس، ما هو موضوع دراستنا. سوف ينتقل الآن الموضوع من المدرسة الكلاسيكية إلى المدرسة الكلاسيكية من موضوع كلي، لأنه آدم سميث كان يتكلم على الثروة يعني ثروة مجتمع، كيف نتفادى الأزمات، كان كل موضوع الدراسة موضوع كلي. الآن المدرسة النيوكلاسيكية تنفرد ودير قطيعة يعني مع المدرسة الكلاسيكية، وسوف تقول أنه موضوع دراستي هو الفرد، يعني موضوع جزئي، وهذا هو الأساس. يعني دونك هي صح، أنا نسيت نقول باللي قلنا ظهرت في ثلاث مناطق أدت إلى أكثر مصداقية. هي ظهرت في النمسا، في سويسرا، وفي أنجلترا، يعني توصلت تقريبا إلى نفس النتائج. هي اللي أعطلها تقريبا زاد من مصداقية نتائجها. الآن نرجع شوية للموضوع. دونك يصبح الموضوع هو ماذا؟ هو الفرد وسلوكه، والمنهج هو المنهج الحدي. هذا منهج حدي، فهو قلنا ريفوليسيونير، جديد حديث جدا. هي صح يعني كلنا نتعامل مع بمبدأ الحدية، ولكن عمرنا ما كان حتى واحد ولا داره كحصيلة علمية مثل ما دارته المدرسة النيوكلاسيكية. الرواد راح يكون عندنا ثلاث رواد في ثلاث مناطق اللي كنا ذكرناهم، جيفنس وكان في كامبريدج، وامتازت هذه المدرسة أنها مدرسة نسميها منفعية تاع اليوتيليتي، وليون فالراس اللي هو كان في لوزان، وامتاز باستخدام الرياضيات كثيرا في النمذجة، واعتبرت هذه المدرسة بالحدية الرياضية ليكول ماتيماتيك دو لوزان. واخيرا عندنا كارل مانجر اللي هو الحدية النفسية في فيينا، كنسميوها ليكول بسيكولوجيك دو فيان، اللي هو كان يركز كثير على سلوك الفرد الاقتصادي، وكان يستخدم أدوات علم النفس في هذه المدرسة. موضوع الاقتصاد نرجع عليه، هو أنه كنا شفنا المشكلة الاقتصادية، من أتانا بالمشكلة الاقتصادية؟ عندما نتكلم عن المشكلة الاقتصادية يعني نطرح سؤال، ماذا يدرس علم الاقتصاد؟ علم الاقتصاد يدرس المشكلة الاقتصادية. شكون اللي جاء بها؟ المدرسة النيوكلاسيكية، هي اللي قالت أنه ها هو موضوع الدراسة تاعنا. من ذلك تعرف علم الاقتصاد بأنه علم الاختيارات البديلة. لماذا؟ لأنه في وضع وين ندرت الموارد وكثرت الاحتياجات، علينا أن نكون دائما وأبدا في وضع نتاع خيارات بديلة. يعني أنا في السوق عندي كمية تاع دراهم، اسكو نقسمها على شوية لحم وشوية فاكهة؟ والله دائما في وضع تعماش أنني أقوم بالاختيار، أقوم باختيار بدائل هكذا. هذا هو علم الاقتصاد، لأنه سلوك الإنسان يعني فرد اقتصادي دائما في وضع تاع اختيارات، وهذا ناتج عن ماذا؟ عن المشكلة الاقتصادية اللي هي ندرة الموارد وكثرة الحاجات.
موضوع الدراسة هو الفرد وسلوكه الاقتصادي مثل ما قلنا، حتى سميناه أومو إيكونوميكوس نسبة لأومو سابينس في الأنثروبولوجيا. وكأنه هذه المدرسة تقول أرانا في مرحلة الإنسان والاقتصاد، يعني الإنسان الرشيد لكل سلوكه منصب حول ماذا؟ يعني تحقيق منافعه، منافعه فقط. مثل من الآن هناك من يقول أرانا في مرحلة أومو نوميروس، يعني الرجل الافتراضي أو الرقمي. إذن فكي نشوفوا سلوك الفرد، الفرد هنا يقدر يكون إما فرد شخص أو فرد أو شخص معنوي، يعني مؤسسة. المهم هو الآن ندرس الاقتصاد الجزئي، شكون صاحب الاقتصاد الجزئي؟ هي المدرسة، هذه المدرسة هي اللي جاءت بالاقتصاد الجزئي كتخصص كبير في العلوم الاقتصادية. الاقتصاد الجزئي هو أنت لماذا؟ لأنه أهم عناصر الدراسة في الاقتصاد الجزئي هو ماذا؟ سلوك الفرد كمستهلك وسلوك المؤسسة كمنتج، المنظمة كمنتج. هناك كلمة أيضا شاعت كثير عند هذه المدرسة هو الحساب الاقتصادي. عندما نسمع كلمة حساب اقتصادي، مش بالضرورة حسابات معقدة. الحساب الاقتصادي هو أنني كما نقوله بالدرجة نشوف دائما أسلك المسلك اللي يخرج عليها، يخرج عليها يعني ماديا، يعني أنني دائما ندير حسابي باش دائما نكون أنه المنافع تاعي أكبر دائما من المتاعب اللي هي النفقات إتسترا. إذن هذا هو الحساب الاقتصادي، هذا هو الحساب الاقتصادي. وكما نديرش الحساب الاقتصادي مش راح ندير رشادة، يعني ما نكونش رشيد. الاقتصاد المحض، الاقتصاد المحض يعني كل القرارات لازم تكون مبررة اقتصاديا. يعني لو ناخذ الجامعة الجزائرية بالنسبة لهذه المدرسة مش ناجعة تماما. لماذا؟ لأنه مصاريفها أكثر من منافعها. بالنسبة لها لازم الحساب الاقتصادي. يعني لو الآن كل طالب يدفع في هذه الحالة لازم نقارن. يعني شوفوا مثال، نخرجوا من الجامعة نبقى في التعليم، لو نروحوا للتعليكور فدائما يقولوا لنا حتى يتكون لدينا فوج. كيف يتكون؟ علاش يتكون الفوج؟ أسكو اعتبارا للبيداغوجيا؟ هي لا، اعتبارا ان الحساب الاقتصادي، دونك الاقتصاد المحض. وقت نكون فوج عندما ندير حسابي انه عندي الكرا كذا، عندي استاذ نسلكه كذا، والطالب يدفع كذا. لو المصاريف توعي هي مانيش عارف انا 5 ملايين في الشهر مصاريفي، وكل طالب يدفع 100,000 مثلا، فلازم لي كم؟ لازم لي 50 طالب باش ندخل في المصاريف تاعي. هذا هو الحساب الاقتصادي، تري سامبل. انا ما نقدرش نونجاجي ان جروب قل من 50، ومام 50 ما يخرجش عليا، لازم 50 وما فوق باش انا نصبح في الفايده كما يقولوا. هذا هو الحساب الاقتصادي بكل بساطه. وراح نلاحظوا انه هذه الطريقه هي اللي تشرح لنا ايضا الحديه، يعني الحديه الايكونومي بور، الاقتصاد المحض. كل القرارات لو هذا نقول له باللي الاولاد يتعلموا، لا، بالنسبه لي هنا الاقتصاد المحض هو هذا، كل قراراتي مبرره اقتصاديا ماليا. فوالا، كل الظواهر يتم تبريرها وشرحها اقتصاديا مثل ما شرحنا. المنهج الان، المنهج قلنا كان ثوري، يعني كان ريفولوشنير، اللي هو الحدي. الحدية، الحد هو ماذا؟ هو فاصل بين وضعين مختلفين. وضع تاع يعني انه تاع اشباع وعدم اشباع مثلا، والفاصل بينهما هو خط، هو هامش. فهذا معليش نزيدو نكملو في الشرح. فدائما عندنا وضعيتين، وضعية تاع رضا وعدم رضا، إشباع عدم إشباع، ربح عدم ربح. ولكن كيف نصل إلى ذلك؟ نصل دائما بأننا نأخذ مثال تاع إشباع حاجة معينة. بالنسبة لهذه المدرسة تقول أنه لازم نقسم إلى وحدات. مثلا أنا نتناول وجبة معينة، نبدأ بالملعقات وهي وحدات،
فتكون لدي المنفعة كبيرة جدا، ولكن تصل إلى مستوى معين وتبدأ تنخفض. لماذا؟ لأنه قربت من أنني أشبع. فالحد بين أنني شبعت ولا ما شبعت هذا هي الحد، وبالتالي فكل واحدة نضيفها تكون لها منفعة متنازلة حتى نصل إلى ماذا؟ إلى الصفر، وهذا هو الحد، نصل إلى الصفر. يعني شرح الحدية في دقيقة مش سهل يعني، ولكن هذه الفكرة، وهي تستخدم أدوات كثيرة منها الرياضيات، علم النفس، من أجل بروز أهم مبادئ وأفكار هذه المدرسة. باختصار دائما نبحث عن التوازن في إطار ساكن. التوازن هو ماذا؟ هو توازن السوق مثلا، توازن دائما عرض وطلب. فهناك توازن جزئي يهتم به مارشال، وهناك توازن شامل عند فالراس. عكس كينس اللي بعد لا يعترف بالتوازن ولكن يمشي إلى التوظيف العام. الريع ما حكيناش عليه في المدرسة، في المدرسة الكلاسيكية. الريع هو دائما كان اعتبر الريع هو عائد الأرض، يعني عندما واحد يسلف الأرض الواحد باش يستغلها يعطي له مقابل ذلك، فنسميه الريع لارانت. فيما سبق كان الجميع يقول أنه الريع مرتبط بالأرض فقط. هذه المدرسة تقول الريع ليس مرتبط بالأرض ولكن بكل عوامل الإنتاج، يرتبط بأي عنصر من عناصر الإنتاج. وقت يكون عندنا ريع، عندما يرتبط الريع موجود بكل عنصر من عناصر الإنتاج فقط عندما يرتبط بمرونة العرض. عندما تكون مرونة العرض ضعيفة أو منعدمة يتكون لدينا ريع. وعلاش الناس اعتقدوا دائما أنه الريع مع الأرض؟ لأنه الأرض دائما وأبدا كانت عندها مرونة ضعيفة جدا، لأنه ما نقدرش نخلق أراضي مثل ما نريد، فالأراضي محدودة وبالتالي فهي مرتبطة دائما بمرونة محدودة. البعد اللا اجتماعي للمدرسة النيوكلاسيكية من أهم العناصر تاع الفكر، أنه لا يعترف بالطبقات. ما كانش طبقات اجتماعية، فتوجد زوج طبقات مش اجتماعية، طبقات اقتصادية. هي مش حتى طبقات، فهي فئة، كان فئة من الناس يقومون بالإنتاج وفئة أخرى تقوم بالاستهلاك. دونك ما كانش طبقات، كان مستهلكين ومنتجين. إضافة لذلك أنه أي منتج فهو في نفس الوقت أيضا مستهلك. إذن لا يوجد أي مكان للطبقية. إذن هناك طابع لا اجتماعي تماما لهذه المدرسة. نختم الآن بالمدرسة الكينيزية اللي هي مرتبطة بالإنجليزي جون ماينر كينز، هو موجود في هذه الصورة. كينز يعتبر كثير من اللي يعتبروه أنه اقتصادي أزمة 1929، ولذلك والكتاب تاعه اسمه النظرية العامة في التشغيل والفائدة، أصبح أيضا من الإصدارات المشهورة جدا في عالم الاقتصاد، تيوري جينيرال دو لومبلوا دانتيري دو لاموني. الظروف المحيطة بظهور الفكر الكينيزي هي ظروف جد خاصة، يعني تزامن مع ماذا؟ مع أزمة 1929. جعل الفكر الكينيزي يعني من تشخيصها وكيفية الخروج منها أهم دراسته. هو بالنسبة له هذا هو دراسة الاقتصاد في ذاك الوقت، كان اونيرجونس، كان طارئ هو هذه الأزمة، فهو أحضر الأزمة هذه وبالتالي سخر كل مجهوداته لدراسة الأزمة والخروج منها. بالنسبة لكينز لو يعني نتمكن من اختصار تشخيص للأزمة، هي أزمة إنتاج. كيف ذلك؟ نعود نرجع إلى الدورة الاقتصادية اللي عرفتنا بها المدرسة الطبيعية. بالنسبة له ما كانش إنتاج، هذه الأزمة كي نشوفه ما كانش إنتاج، نروحوا باش نشريه ما كانش. الآن ما هو سبب غياب الإنتاج؟ سبب غياب الإنتاج هو غياب الطلب. ما كانش طلب، المؤسسات لا تنتج لأنه ما كانش طلب. والسبب في غياب الطلب هو ماذا؟ هو غياب المداخيل، الناس ما عندهاش مداخيل. وغياب المداخيل هو السبب فيه هو ماذا؟ هو غياب الإنتاج، وهكذا. دونك فهي ماذا؟ حلقة مفرغة. كيف نخرج منها؟ وهذا هو اللي راح تدخل كينز راح يكمن في ماذا؟ في كسر هذا الحلقة المفرغة.
وسوف نرى فيما بعد كيف ذلك. الآن أهم عناصر الفكر الكينيزي هو أولاً ما يعترفش هو بالتوازن بقدر ما يعترف بالتوظيف العام، لأنه يقول هناك عوامل إنتاج غير موظفة لابد أن نتوصل إلى أقصى توظيف ممكن. عناصر أخرى الاقتصاد الكلي، هو إذا كانت المدرسة النيوكلاسيكية جاءت بالاقتصاد الجزئي فكينز هو اللي جاء بالاقتصاد الكلي. كل عناصر الاقتصاد الكلي وأدواته هو من إنجاز كينز. دونك فشوفوا الآن انتقلنا من الفرد إلى الكل، التدخل الدولة، وهنا نقطة مهمة جدا. هنا كينز راح يفاجأ الجميع بحثه على تدخل الدولة، وهنا ما كانش سهلة. لماذا؟ لأنه مبدأ الليبرالية يعني مرسخ في أذهان الناس منذ المدرسة الطبيعية. بالنسبة لكثير من الاقتصاديين وحتى عامة الناس، النظام الاقتصادي الرأسمالي هو نظام اقتصادي ليبرالي حر. يأتي كينز ويأتي في ظروف خاصة تاع حرب باردة، هناك ديجا اتحاد سوفيتي وهناك حرب باردة، ويقول كينز حتى نخرج من الأزمة لابد أن تتدخل الدولة. ما كان سهل. لماذا؟ لأنه اتهم حتى بأنه الناجون تاع الاتحاد السوفيتي، وهذا رايح يجيب لنا الاشتراكية. هو كان يقول لا، مانيش راح نجيب الاشتراكية، أنا حاب أنقذ النظام الرأسمالي. فيقول أنه الليبرالية المحضة هي من وصلتنا إلى أزمة، وبالتالي لابد من الخروج منها. كيف نخرج منها؟ هو بالنسبة له المشكل يكمن في ماذا؟ أنه مثل ما حكينا قبيل، أنه التوقعات المنتجين بغياب الطلب هو اللي ميخليهمش يحركوا آلة الإنتاج. ولكن عندما المنتجين اللي هو يسميهم الانتربرونور هذو يحسوا باللي كاين طلب على الأقل في المدى القصير، فيبدأوا يحركوا الآلة الصناعية. بصح مين يجينا الطلب؟ ما كانش مداخيل. هنا يقول تدخل الدولة. تتدخل الدولة هنا في هذا المجال حتى تصرف من ميزانيتها لتخلق طلب. مثلا هو بالنسبة له كان يقول بناء جسر وإعادة هدمه فهو مفيد للاقتصاد في هذه الظروف. لماذا؟ لأنه بناء، عندما نبني جسر فنخلق طلب على المواد الأولية، نوظف إتسترا، فتتحرك الآلة. وكان يتكلم على أنه عندما تتحرك الآلة فهناك تكاثر، هناك يسميه ملتيبليكاتور دونفستيسمون، المضاعف الاستثماري، هو يؤدي إلى حركة عامة للآلة الاقتصادية. هنا دونك هناك تراجع واضح لمبدأ الليبرالية السائد لحد الآن في هذاك الوقت، وما كانش سهل لكينز أنه يثبت أو يفرض ذلك. إذن فيقول أنه لابد من تدخل الدولة وعدم إخضاع تنظيم الاقتصاد كله لعفوية ميكانيزمات السوق. لابد أن تتدخل الدولة من خلال السياسات. لأول مرة نحضر إلى السياسات. الدولة قبل كينز كانوا يقولوا لها عدم التدخل، فهو مبدأ رسيخ. كينز لا، يقول لها لابد من التدخل من خلال سياسات. سياسات ماذا؟ مالية، ضريبية، نقدية، إلى غير ذلك. لابد من إقحام الدولة في توجيه من خلال مجموعة من السياسات، نقود، طلب حكومي، ميزانية الدولة، إلى غير ذلك. لم يكن من السهل. لماذا؟ لأنه اتهموه بأنه يريد نشر الاشتراكية مثل ما قلنا. الآن راح نلاحظوا كيف يتميز كينز على الاقتصاديين السابقين، وراح نشوفوا كيف من خلال نظرته للنقود يتوصل حتى إلى القول بأنه قانون المنافذ لجون باتيسي الذي كان من خلاله يؤكد عدم دخول النظام الرأسمالي في أزمات رايح يفندو بطريقة بسيطة جدا من خلال النظرة الحديثة للنقود. فبالنسبة لسابقا كانت تعتبر النقود حجاب، يعني وسيلة تبادل فقط، يعني حتى في التنظير يتم التجريد منها. غالبا ما يتم التجريد منها عندما نتكلم مثلا عن التبادل، دائما نلجأ إلى أن التبادل سلعة مقابل سلعة، ونغفل النقود. لماذا؟ لأنها من شأنها أن تعقد فقط الأمور. بالنسبة لكينز هذا خطأ. لماذا؟ لأنه
كان يقول أنه النقود كانت تعتبر حيادية مثل ما قلنا، فكانت نعتبرها عبارة عن حجاب فقط. فبالنسبة لكينز، النقود هي متغير كباقي المتغيرات الاقتصادية ولا يحق التجريد منها. لماذا؟ لأنه الناس تطلب النقود، تطلب النقود، كاين طلب على النقود، الناس بحاجة إلى النقود، ليس فقط من أجل اقتناء السلع، ليس فقط من أجل اقتناء السلع، ولكن هو يمشي إلى غاية تحليل الطلب هذا ويفك إلى ثلاث أغراض يسميها أغراض الطلب على النقود، ويتوصل إلى ثلاث، وهي أنه الناس يقتنون النقود من أجل المبادلة، يعني باش يشريوا بهم مثل ما وهو 90% تاع اقتناء النقود، ولكن أيضا عندنا دافع آخر لاقتناء النقود، وهي ماذا؟ هو غرض الحذر. يعني هو دائما يتساءل، يقول الإنسان عمري ما فهمت لماذا الإنسان يخاف من المستقبل، دائما الناس تخبي نقود لغرض الحذر، ما يعرفش الواحد واش يكون غدوة، وبالتالي فيخزنوها، يعني يخبيوها. والغرض الثالث هو غرض المضاربة، مش من أجل، في ذاك الوقت كان المضاربة في أوروبا، البورصة كذا كذا، فالناس يخبيون نقود من أجل ماذا؟ من أجل المضاربة، من أجل التجارة، المتاجرة إلى غير ذلك. فهذا هما ثلاث أغراض لطلب النقود. وجزء من، إذن جزء من المداخل لا ينفق في اقتناء السلع والمداخل، وإنما يكون مصيره الاكتناز، يعني هذا وهذا راح يكتنز ولا يصرف في وهذا شيء مهم بالنسبة لكينز، اللي راح يفند به قانون المنافذ لجون باتيست. ويتكلم أيضا عن معدل الفائدة. شوف كيف أنه عناصر حديثة تبدأ تظهر، معدل الفائدة يأثر على قرار الاستثمار والاكتناز. اللي هنا بكل بساطة طالب لازم يفهم أنه كتعود عندك كمية من النقود، دائما القرار هل أستثمرها في المجال المادي يعني الحقيقي، هل ندير بها مصنع ولا مزرعة، ولا نخبيها فقط في البنك عندما البنك يعرض علي معدل فائدة معينة. فأنا أقارن بين ماذا؟ معدل الربحية في الصناعة ولا في الزراعة في المجال الحقيقي مع معدل الفائدة. فإذا كان معدل الربحية أكبر سوف أستثمر، فمعدل الفائدة يصبح ماذا؟ مشجع أو غير مشجع للاستثمار. فمعدل الفائدة يصبح أداة أيضا في يد الدولة، وتقوم من خلاله بسياسات معينة في هذا المجال. فوالا، دونك مجال لتدخل الدولة. لماذا؟ لأنه معدل الفائدة تقدر تدخل فيه الدولة من خلال الكتلة النقدية. هذه هي النظرية الجديدة للنقود، تقود كينز لتحطيم قانون المنافذ. مثل ما قلنا، نذكر فقط أنه قانون المنافذ ينطلق أنه كل إنتاج يتحول إلى عرض من جهة وإلى مداخيل من جهة أخرى. فالمداخيل هنا نورمالمون تصبح نفقات، ولكن قبل ما تتحول إلى نفقات حسب كينز، فهناك جزء منها ماذا؟ يكتنز للأغراض اللي كنا سميناها الأغراض نتاع مشتع الحذر والمضاربة. وبالتالي ماذا يحصل؟ أنه النفقات هذه تتحول إلى طلب، ولكن هذا الطلب منقوص من الاكتناز، وعمره ما يكون يساوي إلى العرض، وبالتالي تكون أزمة. يقدر تكون عندنا أزمة فائض في الإنتاج. بالنسبة لكينز، لا يوجد بعد زمني بعيد المدى، كل شيء هو أكور تيرم، قصير المدى. هو كينز كان معروف أنه يمزح شوية، فقالوا له ماذا يحصل في المدى البعيد؟ قال لهم في المدى البعيد نكون أكل متنا، يعني ما يهمنيش كثير يعني. ولكن هو بالنسبة له المدى القصير متعلق بماذا؟ بتوقعات المنتجين للانتربرونور. إذا حس المنتجين باللي راح تتحرك لدوماند الطلب، فيحركوا الآلة الإنتاجية. هو كلش متعلق بالمدى القصير وتوقعات المنتجين. المدى البعد الطويل هو ماذا؟ هو تسلسل لأبعاد القصيرة وليس بعد وحده يعني مطلق. الطلب الفعال هذا هو اللي يشرح به تدخل الدولة. لماذا؟ لأنه الطلب الفعال اللي ينتظره، اللي هو محرك الاقتصاد. نذكركم فقط ب
جون باتيست كان يقول أنه العرض يخلق الطلب. بالنسبة لي كينز الطلب يخلق العرض، يعني الطلب هو اللي حفز العرض، وهذا الطلب هو يسميه الطلب الفعال. ومما يتكون؟ يتكون من الطلب على السلع والخدمات تاع الناس، زيد الطلب على السلع الاستثمارية أيضا، الاستثمارية يعني آلات وكذا، زائد وخاصة ماذا؟ الطلب الحكومي بنوعيه الاستهلاكي والاستثماري. يعني جامعتنا مثلا نشوف أنه من أجل إنجاز هذه الجامعة فهو يعني مصاريف كثيرة صرفت على إنجاز هذه الجامعة، فهذا الجانب الاستثماري، ويبقى دائما طلب استهلاكي لأنه يوميا الجامعة تستهلك أوراق، تستهلك مواد غذائية للطلبة، تستهلك كهرباء، تستهلك. فهذا بالنسبة لكينز الطلب الحكومي لا يستهان به. ولذلك بعد كينز تقويت الدولة وأصبحت حاضرة أكثر فأكثر في الاقتصاد كمستهلكة، كمستثمرة، وخاصة كمعدلة ريجولاتور. معدلة يعني ماذا؟ خضت من السوق جزء اللي هو المعدل الطبيعي، خذت منه جزء وأصبحت هي المعدلة. من خلال ماذا؟ من خلال مجموعة من السياسات، سياسات ضريبية، سياسات مالية، اقتصادية، اجتماعية أيضا، خلت أنه تجسد فكر كينز في الواقع. هو أولا الخروج من أزمة 1929 بهذه التوصيات، ثانيا بقى أثر السياسات تاع كينز لمدة 30 سنة، سميناها دائما لترونت غلوريوز، 30 سنة المجيدة للاقتصاد، حقق فيها مستويات جد معتبرة تاع نمو وصلت إلى دو شيفر يعني أكثر من 10. وهذا 30 سنة المجيدة انتهت سنة 1975 بأزمة 1970، وهناك إعادة الكرة بالسؤال التالي: لماذا الأزمة؟ ربما أن الدولة تدخلت كثيرا وأصبح جو أو موجة جديدة تعماشت ما نسميه بالخوصصة آنذاك، وتقليص دور الدولة ودخولنا في الليبرالية. وكأننا نمشي في تقلبات معينة، مرة مثل المواسم يعني. فشكرا لكم، أتمنى أنكم يعني فهمتوا المقصود من هذه المدارس ومحتواها. شكرا لكم وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.